عشرة مواقف للمرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني من القضية الفلسطينية. الموقف الأول في عام 2002 بعد مجزرة الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين، أصدر السيد علي السيستاني بياناً دعا فيه المسلمين إلى مساندة الشعب الفلسطيني ورص الصفوف لمساندتهم. الموقف الثاني في آذار عام 2004 بعد اغتيال مؤسس حركة حماس الفلسطينية الشيخ أحمد ياسين، استنكر المرجع الأعلى حادثة اغتياله من قبل الكيان الصهيوني واصفا هذه الجريمة بالبشعة. الموقف الثالث في عام 2003 استغل الكيان الصهيوني فوضى الاحتلال للعراق للتوسع في المشروعات الاقتصادية، وأفتى السيد السيستاني حينها إنه لا يجوز البيع والثمن سحت، ليكون موقف المرجعية مانعاً أمام الوسائل الملتوية. الموقف الرابع وحول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق التي تأثرت بالاحتلال الأمريكي عام 2003، أكد السيد السيستاني مراراً وتكراراً على لزوم رعاية حقوقهم وعدم التعرض لهم بالأذى. الموقف الخامس في العام 2008 أصدر مكتب المرجعية العليا بياناً يدين فيه الاعتداء على غزة، مؤكداً ضرورة اتخاذ مواقف عملية في سبيل وقف هذا العدوان المتواصل وكسر الحصار الظالم. الموقف السادس تعليقاً على قرار الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي عام 2021، أكد مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني إن القرار مدان ولن يغير من حقيقة إنها أرض محتلة. الموقف السابع كان للقضية الفلسطينية حضوراً في لقاء السيد السيستاني بالبابا فرانسيس في آذار من عام 2021، فقد أشار سماحته إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد ديني وفكري. الموقف الثامن في عام 2021 أدانت المرجعية خطة إضفاء شرعية على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية، وأكدت المرجعية وقوفها مع الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة. الموقف التاسع وحول المواجهات التي جرت في فلسطين في العام نفسه، أصدر مكتب سماحته بياناً أكد على مساندة المرجعية القاطعة للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة للمحتلين. الموقف العاشر وآخر موقف يخص الوضع في فلسطين كان جراء العدوان الحالي على غزة في 2023، وقال بيان المرجعية إن العالم كله مدعو للوقوف في وجه هذا التوحش وتمادي الاحتلال، مضيفاً إن إزالة الاحتلال عن الأراضي السبيل الوحيد لإحلال الأمن في هذه المنطقة.